السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الصغار، كيف حالكم اليوم؟ اليوم سنتعرف على حرف جديد من حروف اللغة العربية. دعونا نرحب بحرفنا الجديد من خلال أنشودة الحروف. مرحبا أصدقائي، ما هو حرف اليوم يا ترى؟ إنه حرف الخاء. حرف الخاء قادم. حرف الخاء قادم. كلمة حلمة تبدأ بالخاء. أحب هذا الحرف. حلمة. إذن حرفنا لليوم هو خاء. خاء، خاء، خروف. خاء، خروف. أنظر إلى أشكال الخاء. خاء، خاء. كلمات تحتوي على حرف الخاء. خس، خس، خس. خروف، خروف، خروف. خيار، خيار، خيار. خل، خل، خل. مطبخ، مطبخ، مطبخ. خبز، خبز، خبز. أختي، أختي، أختي. حرف الخاء مع الحركات والمدود. خاء. خ، خي، خو. خ، خي، خو. خ، خو، خي. خ، خو، خي. صغيري، في كتاب الطالب ألون الصورة التي في اسمها صوت حرف الخاء. أي صورة تحتوي على حرف الخاء؟ أحسنت. خيمة، خروف. خيمة، خروف. ألون صورة خيمة وصورة خروف. في كتاب الطالب أضع دائرة حول حرف الخاء في الكلمات التالية: خوخ، خيمة، خيار، خريف. أين حرف الخاء في هذه الكلمات؟ أضع دائرة على الحرف ثم أكتب حرف الخاء بأشكاله بداخل الكتاب. مع أطيب التمنيات بالاستفادة، شكرا لحسن استماعكم، ونلتقي في حرف آخر من حروف اللغة العربية.